أعلنت القوى الوطنية في فلسطين الإضراب الشامل في مختلف المحافظات حدادا على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم تول كارما. كما ندد بيان القوى الفلسطينية باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية، عازيا ذلك إلى الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية وعجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الحرب العدوانية التي تطال أيضا الشعب اللبناني.